السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد عاجل. نشطاء فيسبوكيون، نشطاء أمازيغ، نشطاء من كل العالم ونشطاء مغاربة يطالبون المغرب بفتح قنصلية عامة بالداخل لدولة القبائل الشقيقة التي ترزخ تحت الاحتلال الجزائري. ضربة وصفعة موجعة لبلاد الكراغلة وبلاد الكبانات. المغرب ونشطاؤه يتجهون نحو فتح قنصلية عامة بالداخل لجمهورية القبائل وسفارة بمدينة الرباط للجمهورية التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة وترزخ تحت الاستعمار الجزائري وتعتبر أقدم استعمارات في العالم، أقدم دولة مستعمرة من طرف الاحتلال الجزائري في دولة القبائل الشقيقة. للعلم هو أن شعب القبائل الذي يرزخ تحت الاحتلال الجزائري لا يشاركون في أي عمل سياسي، حتى شي عمل سياسي ما كيكينش. حاليا ما عندهم حتى شي رئيس، ما نقولش رئيس الدولة، رئيس الدولة عندهم فرحات المهني المقيم حاليا هو وحكومة ديالو والبرلمان ديال دولة القبائل في المنفى بفرنسا، ولكن في مشاركة في المجال السياسي الداخلي. وما عارفين راسهم انهم محتلون من طرف الكبرانات، يعلمون جيدا بان الكراغلة يحتلونهم، يعلمون جيدا بانهم يعني داك الشيء اللي بغاوه ما كيلقاوش، لا يشاركون في اي عمل سياسي. صفعة موجعة، وان شاء الله سيتم فتح سفارة في المغرب لجمهورية القبائل، واليد باليد والند بالند. انتم تدعمون بوليساريو فعليكم ان ترزخوا، ونحن سوف ندعم جبهة الانفصالية التي تسمى بدولة القبائل الشقيقة. تحية خاصة من كل قبائل شقيق يرزخ تحت الاحتلال الجزائري. قريبا إن شاء الله سوف تأخذون يعني تأخذون استقلالكم عن النظام العسكري الكبرانات. قريبا إن شاء الله سوف تكونون دولة موحدة التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة بثقافتكم بلغتكم بكل شيء، والاستقلال ومطالبة بالاستقلال دولة القبائل عن الاحتلال الجزائري. نطالب من هذا المنبر بأن يتم دول العالم كلهم يدعموا دولة القبائل لأنها ترزخ تحت الاحتلال الجزائري الغاشم. شكرا لكم.